بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبدأ النهاردة مع بعض دورة جديدة وهي بعنوان Design of Bridges. Design of Bridges هنتعرض فيها لبرنامج CSI Bridge. برنامج هو عبارة عن Integrated Software خاص بالبريدج وهو امتداد لبرنامج SAP فيرجن 14. بعد فيرجن 14 بيبدأ البرنامج ينفصل، بيبقى في ساب فيرجن 15 وفي حاليا اللي هو سي اس اي بريدج فيرجن 15. طبعا شركة سي اس اي شركة معروفة اللي هي شركة متقدمة في مجال البرمجيات خاصة في البرامج الهندسية. هنحاول في الدورة دي ان احنا نتعرض لكيفية تصميم الجسور بواسطة برنامج CSI Bridge، وازاي ان احنا نقدر ان احنا نتعامل مع البرنامج، خاصة البرنامج لسه جديد ولسه ما فيش اي شروحات عربية نزلت في هذا البرنامج. لو بدأنا النهاردة مع بعض درس بعنوان Design of Pre-Stressed Girder Bridge According to أشتو LRFD 2007 by CSI Bridge. طبعا الكود المستخدم حاليا في التصميم هو الكود الأشتو، خاصة ال LRFD. ال LRFD اللي هو Limit Resistance Factor Design، وهنتعرض للأنواع الأخرى من الكودات في الدورة. أي حاجة لازم في الأول عشان أبدأ فيها لازم أخطط ليها. هعمل حاجة اسمها Plan of Work أو خطة العمل. أول حاجة Scope of Lecture، إيه المطلوب مني إن أنا أعرفه من خلال الدورة دي أو المحاضرة الخاصة بتصميم البريستريزد جردر. تاني حاجة عندي هي الاستراكشر جيومتري، هتعرف على الجسر اللي عندي أو البريدج اللي عندي، شكل الابطمنت عامل ازاي، شكل البير، شكل الجردرات بتاعتي، شكل البلاطه، الكلام ده كله. طبعا الناس زمايلنا اللي اشتغلوا في التصميم الكباري عارفين الكلام اللي انا بقوله او التنفيذ عامه. تالت حاجه عندي هي الميثودز اوف ديزاين، طبعا عندي طرق للتصميم هنتعرض ليها برضو. رابع حاجه عندي هعمل ديفاين بريدج الاينمنت، هعرف المسار الجسر، سواء الجسر في حالة كيرف او الجسر ده عبارة عن خط مستقيم او جسر يعني هنتعرض لل horizontal alignment الخاص بالجسر. بعد كده bridge layout data، ودي برضو فيها جزء من ال alignment والعرض الجسر وعدد الحارات. بعد كده bridge component definition، هنتعرض لتوصيف كافة أجزاء الجسر. بعد ما نخلص توصيف الجسر أنا بعتبر خطوة من رقم 4 إلى رقم 6 دي تعتبر خاصة بـ Definition of Structure. بعد كده خطوة رقم 7 وهي خاصة بـ Define Load أو توصيف الأحمال، وإزاي بنعمل Load Combination وفقا للكود المستخدم في التصميم. بعد كده نخش على خطوة رقم 8 وهي Define Substructure. بعد كده نخش على الخطوة 9، طبعا لو عندنا Pre-Stressed Wall Tension هيبقى Define Cable Data. بعد كده الخطوة رقم 10 Create Analysis، ودي الخطوة المنتظرة. بعد كده ازاي ان احنا نعمل Design مش مجرد Analysis، ونستعرض Moment of Resistance او String Action، لا بتعرض كمان لكيفية ان انا بعمل ديزاين. وفي النهاية عندي ازاي بعرض الكلام ده في شكل ريبورت. Before start I hope this work is only for Allah and hope it will be helpful for all engineers. It's small present for my brothers and all Arab engineers. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي مع الخطوة الأولى وهي Scope of Lecture، المطلوب مني ان انا اعرفه في نهاية المحاضرة او الهدف من المحاضرة. Learn how to create model، اتعلم كيفية نمزجة الجسر على برنامج CSI Bridge وكيفية
استخدام البرنامج والمهارات الخاصة باستخدام البرنامج في أمثلة متعددة زي الاي سيكشن، زي التي سيكشن، زي الديكس لاب، زي السلاب تايبس. طبعا دي كلها انواع من الجسور. طبعا علم الجسور هو علم كبير وعلم علم نادر الوجود في الواقع، فاحنا بنحاول احنا نبسط العلم ده ونقدمه بصورة نتمنى اللي هي تكون نافعة.